إن الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، فالأمل هو الرجاء في رحمة الله سبحانه، هو النظر إلى سعة رحمة الله عز وجل، وهو خلق من الأخلاق الإيمانية العظيمة التي جعلها الله عز وجل غذاء للروح وضياء للسالكين في ظلمات الدنيا، لأنه لولا الأمل لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، لولا الأمل لعطلت عبودية القلب والجوارح. فالله عز وجل يحب من عباده أن يكونوا على ثقة دائمة في نصر الله سبحانه. والأمل خلق من الأخلاق العظيمة، وليعلم الإنسان أن الله تعالى قريب منه، يسمع نداءه ويستجيب دعاءه، فيفرج الله كربه ويزيل همه. هذا هو سيدنا زكريا عليه السلام، يدخل على مريم فيجد عندها رزقا، يجد عندها فاكهة لم يأتي أوان حصادها بعد. قال: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. رجع زكريا عليه السلام وفكر ورأى، فإذا هو طاعن في السن، وامرأته مع كبر سنها عقيم لا تلد. لكنه عندما يفكر فيجد أن الذي يرزق الشيء في غير أوانه قادر على أن يرزق الولد وإن كان طاعنا في السن وامرأته عاقر. قال بعض السلف: قام زكريا عليه السلام من الليل فنادى ربه وقال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. هنا يأتيه الجواب الإلهي من الله بالبشرى: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. لماذا؟ لأن زكريا عليه السلام دعا ربه بلسان الواثق من نصر الله سبحانه. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.